بدأت تصنيع المخرطة زي ما انتوا شايفين، ودي أول معدة أصنعها أعملها دهان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تصنيع المخرطة بالنسبة لي كان مرهق جدا جدا، لأن أنا كنت مركز في كل تفصيلة، لأن أنا كنت حابب أعمل حاجة خارج الصندوق خالص. أهم حاجة شاهدوا الفيديو للنهاية عشان الفيديو ده مليء بالمفاجآت. طبعا اول حاجه هعملها ان انا هشتغل على الشاسيه بتاع المخرطه. طبعا هثبت الشغل بتاعي كله بمسامير الدباسه، وبعد كده هبتدي اثبت الشغل بمسامير رباط. بعد ما اخلص الشاسيه زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا هعمل حفر للتتراك اللي هيركب في الجنب. بعد كده هقطع مقاس الكونتر اللي هيركب على الشاسيه من فوق. طبعا انا بستخدم كونتر فنلندي طبقات زي ما انتم شايفين 18 مللي. طبعا تثبيت الكونتر هيكون بمسامير رباط، بس طبعا لازم اخوش لراس المسمار الاول وبعد كده اربط رباط جامد. وطبعا انتم عارفين الفينش بتاعي ما بحبش موضوع المسامير خالص، بحب اثبت المسامير بتاعتي كلها بطريقه مخفيه. بس طبعا لما اخدت القرار وقلت ان انا هدهن، فقلت لازم اثبت كويس جدا، لان دي مخرطه ولازم تتثبت كويس جدا بالمسامير عشان الفايبريشن. بعد كده هجيب قطعتين من الكونتر ال 18 وهثبتهم مبدئيا في بعض بمسمارين دباسة بس. بعد كده هجيب كرسيين البلي، وبعد كده هعلم اماكن المسامير. بعد كده هنزل ببونت في السنتر بالظبط اماكن المسامير. طبعا الحفر اللي انا عملته دلوقتي زي ما انتم شايفين عشان راس المسمار تغطس جوه. طبعا انا فكيت القطعتين من بعض زي ما انتم شايفين، هحط سوبر جلو وهثبت المسامير بتاعتي كده، ودي المسامير اللي هتثبت فيها كراسي البلي. دول بقى 11 قطعه من الام دي اف كبستهم مع بعض بالغيره زي ما انتم شايفين، وطبعا كل كبسه بمسامير رباط. وزي ما انتم شايفين القطعه الكبيره اللي تحت اللي من كونتر الطبقات دي اللي هتثبت في الشاسيه. هبتدي اضيف الغيره بتاعي، وهجيب اول مربع انا عملته اللي انا ثبتت فيه المسامير وهثبته بنفس الطريقه. طبعا مخوش لاماكن المسامير، هثبت على طول زي ما انتم شايفين. التثبيت دوت هو نفس الفكره اللي تثبت بيها طبقات الام دي اف، والقطعه الثانيه برده هتركب بنفس الطريقه كده بالظبط. هضيف بقى الغيره بتاعي وهثبت الدكمه دي كلها في الشاسيه. طبعا القطعه دي وقطعه الكونتر اللي ركبت المفروض يكون واحد، ولكن مقاس الكونتر اللي ركب 150 وطول المخرطه 170. هضيف بقى الغيره كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اثبت الجناب بتاعتي. طبعا انا عملت الحشو اللي جوه ده كله من الام دي اف، لان انا لو استخدمت الكونتر ال 18 التكلفه هتبقى عاليه. فاحنا برضو الام دي اف مش وحش طبعا ان انا استخدمه، ان انا اعمل بيه دكم مكبوسه زي كده هيبقى ممتاز جدا. ده بقى الغطا بتاع العمود وكراسي البلي زي ما انتم شايفين، تنفيذه طبعا سهل جدا. وعملنا طبعا النص داير في النص داير عشان يخرج منها العمود، وطبعا حفرت في الجنبين لاماكن المفصلات اللي هتركب. بعد ما خلصت الصنفرة بقى هبتدي ان انا هدهن البطانة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها دهان. وبعد ما البطانة بتجف تماما، بعد كده ببتدي اشتغل عليها معجون. وبعد المعجون بصنفر وبدي وش معجون تاني، وبعد كده بصنفر وبلقط، وبعد كده بدي وش بطانة، وبعد كده بصنفر. موضوع كبير جدا وبصراحة كان مرهق جدا، ودي كانت اول تجربة في حياتي ادهن بايديا. كان سهل عليا جدا ان انا اوديها لاي حد يدهنها لي، بس انا صممت وقلت لازم ان انا اجرب التجربة دي بنفسي، والحمد لله كانت تجربة ناجحة واتبسطت جدا من الدهان. ان شاء الله الدهان يعجبكم، وهستنى رأيكم في التعليقات. وده كده شكل الدهان بعد ما خلص.
هبتدي بقى اركب الشغل بتاعي وهبدأ بتركيب المفصلات. هجيب بقى قطعتين من الصاج ال 2 مللي زي ما انتم شايفين وهركبهم كده بنفس الطريقة، وبعد كده هركب بقى كراسي البلي بتاعي بالعمود بتاع الظرف. طبعا لازم المسامير تكون في النص عشان يكون فيه خلوص واقدر اظبط السنتر بتاعي. هربط رباط بسيط مبدئيا عشان العمود ما يتحركش، بس طبعا هرجع افك تاني لما اجي اظبط السنتر بتاعي. بعد ما اربط الكراسي واقعدها مكانها كويس، هربط الغفير اللي موجود على العمود. طبعا كل كرسي ليه 2 غفير عشان التثبيت يكون قوي. هركب بقى خابور الطنبوره، بعد كده هجيب الطنبوره بتاعتي، طبعا دي مصنوعه من الالومنيا. طبعا لما اجي اركبها لازم استخدم شاكوش مطاطي او شاكوش بقطعة خشب نايمه على جنبها. طبعا في مكان الغفير برضو هربطه بنفس الطريقه. هجيب بقى ظرف المخرطه بتاعي زي ما انتم شايفين دوت، ظرف 5 بوصه ليه مكان لثلاث ثقوب. الثلاث ثقوب طبعا لهم الغوص داخلي، والفلانشه طبعا فيها اماكن للثلاث ثقوب. طبعا كل الخامات اللي بستخدمها دلوقتي هعمل لها فيديو في الحلقات اللي فاتت بالاسعار باماكن البيع، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. هجيب بقى عودين من اللينر جايد زي ما انتم شايفين كده، متر ونص. اللينر جايد ده هو الفرش الاساسي للمخرطه. هنبتدي بقى نثبته دلوقتي بمسامير طبعا في الفرش على طول، وطبعا لازم استخدم مسامير طويله واثبته كويس جدا. طبعا العود التاني لازم اثبته بنفس الطريقه كده بالظبط. قطعه الخشب دي بتمشي معايا خطوه خطوه عشان اضمن الاتنين على استقامه واحده، ودي اهم جزء في تركيب او تثبيت اللينر جايد. هستخدم جريده مسننه زي اللي انتم شايفينها دي، هثبتها كده بنفس الطريقة. طبعا هي تقيلة جدا لان كلها معدن صب من الحديد. بعد كده هركب التتراك في مكان الحفر اللي انا عملته. هجيب بقى قطعتين من الكونتر زي ما انتم شايفين. اول قطعه هكون معلق عليها اماكن للثقوب، هثبتهم في بعض المسمارين دباسه بس، وهنزل بمنتهى 11 مللي. هجبس بقى بالغيره والمسامير 4 قطع من الكونتر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده طبعا هفك القطعتين اللي انا عملت لهم ثقوب دلوقتي، وهجيب قطعه قطعه واثبتها بنفس الطريقه كده بالظبط. طبعا لازم استخدم الغيره، التثبيت بتاعي لازم يكون قوي جدا، كل حاجه معمول حسابها. اهم حاجة التثبيت عشان الفايبريشن مفيش اي حاجة تشرخ، لان احنا هنعمل معجون وهنبتدي ان احنا ندهن، فلازم كل حاجة تكون معمولة صح. هجبس بقى قطعتين من الكونتر ال 18 وهعمل لهم ثقوب، بس مش ثقوب كاملة، هيبقى عبارة عن حفر زي ما انتم شايفين بمنتهى 16 مللي. طبعا البونتة اللي بستخدمها دلوقتي بتحدد لي السنتر من جوه، فبعد كده هنزل ببونتة 6 في نفس السنتر بالظبط. هستخدم بقى بلية لينير جايد زي ما انتم شايفين كده. البليه كده ليها رمان بليه من جوه عشان دي بتمشي مستقيم، يعني بتمشي مسافه خطيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا ميزه لينير جايد البليه طبعا بتحرك على عمود اللينير، مفيش اي بوش، الخلوص 0-0، وده شيء اساسي ومهم جدا في اي مخرطه. هجيب بقى القطعه اللي احنا عملناها الثقوب، طبعا انا ركبت فيها قطعه من الصاج ونزلت ببونت حدادي بنفس قطر البونت اللي انا استخدمتها بالظبط. هركب بقى القطعه بتاعتي، هجيب مسمار زي ما انتم شايفين كده بصاموله، وبعد كده هبتدي بقى اشبط المسامير بتاعتي كلها، وبعد كده ابتدي رباط. طبعا لما اجي بثبت البلي بتاع اللينير اهم حاجه البلي طبعا يكون على العمود بتاع اللينير، وبعد كده ابتدي التثبيت على الوضعيه اللي انتم شايفينها دي عشان الشغل بتاعي يكون مستقيم وسليم، عشان لما اجي افك او اركب يكون كل شيء سليم. طبعا انا بربط كويس جدا. الصاج اللي انا حطيته تحت البليه ده مهم جدا جدا. من الطبيعي لما باجي اربط البليه، البليه ممكن تغرس في الكونتر، فانا لما باجي احط قطعه الصاج بتاعتي اربط براحتي مفيش اي مشكله، لان لو المقاسات بتاعتي خلفت او البلي بتاعي غرس في الكونتر مش هيديني مقاسات مظبوطه، وهلاقي ان العربيه دي لما باجي احركها على اللينر هلاقيها تقيله معايا. فخدوا بالكم من الملحوظه دي عشان دي مهمه جدا جدا. زي ما انتم شايفين النتيجه العربيه بتتحرك معايا بكل سهوله. هنزل بقى المخرطه في الارض وهجيب القطعه اللي انا عملتها دلوقتي وهثبت عليها الغراب بنفس الطريقه كده بالظبط. الغراب ده طبعا زي ما انتم شايفين متصنع بره اتكلمنا عنه.
هجيب بقى الليزر بتاعي هثبته كده. طبعا انا بظبط الشغل بتاع الليزر وده مهم جدا جدا، هتعرفوا ليه دلوقتي. زي ما انتم شايفين الليزر بتاعي في سنتر العمود والظرف بالكامل، حتى الطنبورة اللي ورا. بعد كده الليزر بتاعي ماشي على الفرش في السنتر بالظبط، وطالع على الغراب في السنتر. طبعا هو مش باين قوي زي ما انتم شايفين، انا لما صبعي جه قدام الزومبا باين ان هو في السنتر، وطبعا مكمل لحد النهاية برضو في السنتر. لازم اخد بالي من الموضوع ده. بعد كده هعلم اماكن المسامير من الجنبين كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الثقوب بتاعتنا ازاي. عملنا الثقوب زي ما عملناها الاول، وثبتنا بقى صواميل مش مسامير زي ما انتم شايفين. من الناحية اللي فوق اماكن للثقوب، ومن تحت طبعا حفر يبات فيه الصواميل زي ما انتم شفتوا. هضيف جل على القطعة دي، القطعة دي انا زودتها وعملت فيها الثقوب اللي انا عملتها في الاول. هجيب بقى قطعة من الكاوتش او قطعة من الجلد، شوف اي حاجة موجودة عندك دوت فوم هتلاقيه موجود في اي مكتبة. بعد كده هضيف بقى غيرة من الجنب زي ما انتم شايفين، طبعا هزود غيرة كويس جدا. هجيب قطعة من الام دي اف زي ما انتم شايفين او من الكونتر اللي موجود عندك استخدمه، هثبتها كده بنفس الطريقة، وطبعا هربطها بمسامير رباط. دي كده شكل القطعة بعد ما خلصت. انا طبعا ثبتت قطعتين الام دي اف من الجنبين. هجيب بقى القطعة اللي احنا ثبتنا فيها البلي، القطعة دي هتخش زي الدرج كده زي ما انتم شايفين. الفكرة دي طبعا خدت مني مجهود كبير جدا عشان اعمل الفكرة دي، ودي هتثبت بمسامير من غير غيرها عشان لو حصل مشكلة في البلي او حبيت اعمل صيانة اقدر افك القطعة دي من تاني. ودي كده شكل القطع بعد ما خلصت بالكامل. دي القطعة طبعا اللي هتثبت عليها الغراب. هنجيب بقى منزلق من الالمونيا زي ما انتم شايفين كده، او من الحديد لو تعرف تصنعه. طبعا انا مثبت فيه مسمارين زي ما انتم شايفين طبعا بسن الوز. القطعة دي طبعا بتشتغل على التتراك اللي انا ثبته. انا زودت طبعا قطعة هنا عشان كنت عايز اعمل فكرة كده ما نفعتش. ودي تجربة المنزلق اللي بيركب على التتراك زي ما انتم شايفين، هو على حرف تي. هثبته كده بنفس الطريقة بالظبط. هبتدي بقى اثبت القطعة دي زي ما انتم شايفين، تركيبها سهل جدا، وزي ما انتم شايفين الشغل سليم مظبوط 100%، بيركب ويتفك مفيش اي مشكله، والحركه سلسه جدا وبسيطه. عملت بقى معمودين بنفس الطريقه كده بالظبط زي ما انتم شايفين. طبعا في صاموله جوه، هبتدي بقى اركب المقبض بتاعي كده والمقبض التاني، والمقبضين دول طبعا عشان تثبيت الغراب. طبعا التثبيت الجانبي مرضتش اعمل مجرى في النص عشان ما تلمش نشاره، فدي حاجه برضو جميله جدا هتعجبكم. زي ما انتم شفتوا احنا جهزنا القطعة دي ازاي، فكرتها بسيطة جدا. ودي شكل القطعة من الجنبين زي ما انتم شايفين. هجهز مربع برضو هعمل فيه نفس الحفر، وهعمل تخويش لاربع ثقوب عشان هنثبت بمسامير. هثبت بقى بمسامير كويس جدا. وبعد كده هجيب بلية زي ما انتم شايفين، البلية دي الخارج بتاعها 35 والداخل بتاعها 16 مللي. هثبتها كده بنفس الطريقة بالظبط من الجنبين. بعد كده هجيب قطعة زي ما انتم شفتوا. التثبيت طبعا مفيش داعي ان احنا نعيد موضوع البلي تاني وتركيب البلي. القطعة دي طبعا هيتثبت فيها القطعة اللي احنا ثبتنا فيها البليتين بنفس الطريقة كده بالظبط. وزي ما انتم شايفين بعد التثبيت قفلنا بالام دي اف كده زي ما انتم شايفين، وطبعا الرباط كان قوي جدا، وزودنا القطعة اللي تحت كده زي القطعة التانية بالظبط. طبعا انا صنعت العمود دوت في مخرطة خارجية. هركب بقى الترس بتاع الجريدة اللي احنا ركبناها، هربط عليه كويس جدا. وبعد كده هبتدي بقى اركب العمود دوت في البليتين اللي احنا ركبناهم. بعد كده من الناحيه التانية هركب طاره بمقبض زي ما انتم شايفين، طبعا دي ليها غفير هربط كويس جدا على العمود. كده القطعه دي بقت جاهزه، بس ناقص ان احنا نركب المنزلق ونثبت له مقبض زي ما انتم شايفين. وكده القطعه دي جاهزه للتركيب زي ما انتم شايفين. وانا بركب هيبتدي بقى الترس يعشق في الجريده المسننه، وبعد كده اتحرك بالطاره زي ما انتم شايفين. الحركة سلسة جدا وجميلة بصراحة، تجربة ممتعة. أهم حاجة ركزوا معايا وشاهدوا الفيديو للنهاية، عشان في نهاية الفيديو في مفاجأة صادمة. زي ما انتم شايفين المقبض طبعا بيثبت كويس جدا العربية. هثبت بقى لينير جايد زي ما انتم شفتوا كده بالمسامير، طبعا التثبيت هيكون قوي جدا. وبعد كده هجيب بقى العربية بعد التثبيت، ودي طبعا احنا عملناها قدامكم. هبتدي اركبها بنفس الطريقة كده بالظبط. هجيب بقى قطعتين متعشق فيهم بليتين زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هبتدي اثبتهم بمسامير رباط. بعد كده هجيب قطعه من الخشب محفور لها صامولتين من الجنبين زي ما انتم شايفين، وبعد كده هجيب تيش 10 زي ما انتم شايفين، وهبتدي هثبته بنفس الطريقه كده بالظبط. طبعا ركبت صامول الاول، وبعد كده بركبه جوه القطعه دي لحد لما يعدي من الناحيه التانيه ويعشق جوه البليه.
طبعا الناحية التانية بقفل صامولتين على بعض، والناحية اللي قدام بتبقى صامولة واحدة بس. وبعد كده هجيب صامولة طويلة زي ما انتم شايفين، هربطها كويس جدا، وبعد كده هقفل الصامولتين على بعض، يبقى كده قفله على البليه. هجيب بقى الطارة اللي انا استخدمتها، هثبتها كده بنفس الطريقة على الصامولة، وبعد كده هربط الغفير بتاعي كويس جدا. هسحب بقى العربية بإيديا زي ما انتم شايفين، هظبط الثقبين دولت على الثقبين اللي موجودين في قطعة الخشب زي ما انتم شايفين على الشاء التمام. بعد كده هربط المسمارين بتوعي، كده العربية بتاعتي بتتحرك بكل سهولة. اعتقد ان وقت الفيديو داخل على 17 دقيقة، فاحنا مش هينفع نطول عليكم اكتر من كده. ان شاء الله هنكمل الجزء التاني الخميس اللي جاي. وفي حاجة غريبة جدا هتستغربوا منها، المخرطة اللي انا بصنعها دلوقتي دي هتكون مخرطة معادن، هتخرط حديد وهتخرط ألمونيا وكمان هتخرط خشب. تفتكروا التجربة المجنونة دي ممكن تنجح ونقدر بالفعل ان احنا نخرط معادن على المخرطة اللي انتم شايفينها قدامكم دي؟ نتقابل الخميس الجاي ونشوف ايه اللي هيحصل في الجزء التاني. اهم حاجة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.